ثورتنا مستمرة، وأي حمص مهجر هون يتأكد العالم، يتأكد النظام، سوف يعود إلى بيته اليوم أو بعد 100 سنة. سنعود لنقول للعالم حمص بقلوبنا وراجعين، شاء من شاء وأبى من أبى. لحظة التهجير قصرا، طبعا كانت هاي الصورة واضحة، هاي الدمعة الحقيقية اللي نزلت، دمعة حرق سوري اسمها، أنا سميتها إنه دمعة حرق سوري، إنه نزلت من قلبنا وبعدنا عن أولادنا وأهالينا في المعتقلات، يعني لحظة مؤثرة جدا كانت. فعالية سوريا لنا وحضرته، بالفعل كان في كثير أنشطة مثل المعرض، مثل الفعالية اللي صارت في وحدة المجالس المحلية. بتهمني الفعاليات اللي عم بتصير لأي منطقة سورية بمناسبة التهجير والنزوح، لأني مطلبنا أنه نرجع نحن لبلادنا إن شاء الله تعالى.